بسم الله، إن شاء الله مع بعض مكملين أوتوديسك انفرا وورك 66. معاكم أخوكم عمر سليم. البرنامج سهل جدا ولذيذ، إن شاء الله تحبوا البرنامج. دلوقتي دي الواجهة بتاعت البرنامج، أقدر في أي وقت أعمل زوم على أي جزء أنا عايزه. لو أنا عايز أرجع الواجهة للشكل اللي أنا أشوف كل حاجة أقول له هوم. هيظهر معايا كل المبنى، اقدر اعمل زوم، اقدر الف حول المبنى بالماوس كليك شمال وابدا احرك الماوس لفوق فبشوف كل حاجه. تمام، اقدر ارجع للواجهه الرئيسيه. لو انا عايز افتح مشروع تاني او اشوف حاجه تانية هقول له سويتش تو هوم. تمام، هنا هرجع للباك لانه الاخر مشروع كنت شغال عليه. تمام، هاجي هنا اقول له ده الحساب بتاعي، الحساب اللي انا مسجل بيه. ودلوقتي برنامج اوتوديسك انفرا ووركس 60 بيشتغل معاك بحسابك على اوتوديسك لمده شهر. فلو انت عايز تكمل شغل تشتري او تعمل حساب تاني، لو انت بشغال في شركه وشغال في البيت او بتعمل مشروع تخرج او شغال على مستوى صغير، تمام، محدش يخبط البيت ويقول لك نسخه مرخصه ولا مش مرخصه. هما ما بيركزوش غير مع الشركات الكبيرة. شركة مثلا فيها 100 جهاز وبتكسب كذا مليون في السنة بيبدأ يقول له اه فين النسخة. تمام، لو شركة صغيرة ما بيهتمش بالموضوع ده، عشان نكون واضحة مع بعض. بعد كده بتلاقي ده مناقشة للتصميم، تلاقي في حد انت كاتب كومنتات مثلا معينة ملحوظة معينة بيفيدك شوية. ده لو انت عايز تعمل سنكرونيزيشن الموديل بحيث ترفع الشغل بتاعك على الشبكة، ولو في شغل موجود على الشبكة تجيبه. هنا لو أنا عامل أكتر من اقتراح، هنشوف الموضوع ده. الموضوع ده بيفرق كتير جدا. ممكن يكون مثلا أنت رايح اجتماع وعايز تحط كذا اقتراح، تخلي مثلا طرق من الناحية دي تخليها من الناحية دي، تخلي في طريق مختصر، تقترح إن أنت تهدي كل البيوت حتى الطريق مش معدي من جنبيها. بيحط كل الاقتراحات بتاعتك وتبقى تعرضها، بس في الاخر لازم يكون في ماستر حاجة رئيسية معاك. تمام، ده هنا التراجع اندو وريدو. هنا بتحكم في ايه اللي هيظهر معايا. ممكن تكون عايز تخفي شوية حاجات، طبقات، عايز في حاجة معينة عايز تعملها فلتر، عايز تخفي البريدج مثلا. تمام، بعد كده بوك مارك. ده بيبقى ساعات انا مثلا في كام مكان كده معينين هو ده اللي فيهم الشغل، فمش عايز اتوه في قلب الخريطه دي كلها، فبقول له انا عايز اعمل زوم مثلا على المنطقه ديت، المنطقه اللي فيها المباني. تمام، وتقدر تعمل انت اي حاجه انت عايزها. يعني تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا لا انا عايز واحد جديد، اد بوك مارك. تمام، ده هنا هعملها فول سكرين، مش هتفرق. هنا اديت، لو انا مثلا عايز اعمل سيلكت على حاجه تمام عندي اختيارين، يا اما اختار عن طريق دوت سيلكت عادي، او اقول له اديت يبقى انا كده هختار للتعديل. التعديل سهل جدا، ممكن تقول مثلا انا عايز اعمل موف للحاجه، تمام، او عايز اعمل لها روتيت، او عايز اكبر المبنى. كده انا بعمل روتيت. طبعا هو بيظهر لك الارقام لو انت عايز تعدل بالارقام. زي ما انت شايف التعديل سهل جدا، سواء في المباني او في الطرق. برضو ممكن هنا تقدر تعلي الارتفاع بتاعك لو انت عايز الطريق مثلا يطلع في الحتة دي او ينزل في الحتة دي، او تحركه يمين او تحركه شمال زي ما انت عايز. تمام، زي ما انت عايز قوي يعني، ما انت لازم مش هتخلي الطرق كلها تبص في بعض، يعني لازم تبقى حاجة منطقية يعني. تمام، دي الواجهة بتاعت البرنامج، دي كل واحدة فيهم بندرج تحتها اختيارات كتيرة. خلينا نشوف بس كده حاجات على سبيل المثال. مثلا هنا سيرفيس لي اوت، تمام، لو في مثلا عايز تخفت كل الطرق، عايز تخفي نديله فرصة يخفي. ممكن كنت عايز تخفي المباني، عايز تخفي الووتر. تمام،
هو كده أخد الطرق كلها، عايز أظهرها بنفس الطريقة، مجرد أعلم بس على على العلامة ديت وأقول له إيه أوكي خلاص هيبدأ يظهر لي الطرق تاني. هنا لا بروبرتيس، لو انت عايز تعرف شوية خصائص على أي عنصر الطريق ده مثلا، هقول له بروبرتيس وأبدأ أشوف الخصائص بتاعته، أبدأ أدوس هنا رايت كليك مثلا وأقول له أنا عايز أشوف البروبرتيس دي، طريقة تانية برضو تمام. الروت تمام. طيب انت دلوقتي لما بتدوس على أي واحدة فيهم بيبدأ يظهر لي الأوامر اللي موجودة تحتيها تمام. ممكن أجي من هنا أقول له أنا عايز الأوامر دي من غير ليبل، يعني خلاص أنا حفظت شكلهم من كتر ما أفضلش الموضوع دوت. بس في ممكن واحد يكون عنده مشكلة في المساحة فيقول لك لأ أنا مش عايز الحاجات دي تظهر معايا بأسمائها. ممكن هايد تولز، عايز الأوامر تختفي على طول ولا لأ، ولا عايز تفضل موجودة تمام. دي بعض الحاجات اللي بتسهل علينا في الشغل عشان يعني تبقى الواجهة معاك سهلة ولذيذة، وتبدأ بقى تعمل شبكة طرق زي دي.